واليوم بإذن الله راح نبدأ تغطيتنا معاكم من جسم المفرحات اللي كلنا بنحبه. بس قبل أن نبدأ تغطيتنا خلونا نذكركم التصوير من فرع جدة حي النساء نهاية شارع 60 بجوار الأحوال المدنية الجوال سنتر. كنا معاكم تغطيتنا بالتشوكليت الرهيب هذا اللي غني عن التعريف الفيرو روشيه. طبعا يا بنات راح تاخذوا المغلف بهذا الشكل 3 قطع بسعر 5.75 ريال هللة لكل مغلف. عاد اللي ما جربته لا يفوتها بصراحة الطعم ولا أروع. متوفر عندنا قسم جدا كبير ومتنوع للتشوكليت بجميع أنواعه والبسكويت كمان. عندنا هنا الأواكر بنكهات مختلفة. عندنا الهيرشي اللي هو الدارك والوايت. شايفين معايا الجمال وشايفين معايا التنوع اللي وفرنا لكم. طبعا راح تاخذوا كل 5 قطع أو قطعتين أو 3 قطع ب5.75 ريال. هلا لا تنوع جدا كبير وبيناسب الجميع وتقدري تاخذي أكثر من قطعة وتشكلي وتجهزي لسهرتك الرهيبة. كل ما لذ وطاب وكل اللي بتحبوه محلي أم مستورد راح تحصلوه في هذا القسم. والأحلى من كذا إنكم راح تاخذوه بعروض جدا رهيبة وتوفيرية. نساعدكم في أدق التفاصيل وبنوفر لكم جميع المنتجات اللي بتحتاجوها وبسعر جدا جميل، حتى الشوكولات الخام لتزيين الحلويات والكيك. ووفرنا لكم هو ما بين الدارك وما بين الوايت، ورح تاخذوا المغلف بهذا الشكل وبسعر 5.75 ريال. هلا كل اللي عندهم مشاريع راح يستفيدوا من هذا العرض الرهيب. عاد قسم جدا كبير للي بيحبوا يشتروا لأطفالهم مؤونة. متوفرة عندنا عبوات جدا رهيبة وتوفيرية، والأحلى من هذا إنها ما بتتعدى 11.5 ريال، ما بين 24 قطعة وما بين 12 قطعة ما بين الشوكليت والبسكوت والويفر. شايفين التنوع وشايفين البراندات الرهيبة اللي وفرناها لكم والأطفالكم، ورح تاخذوا ما بين 5.75 ريال هللة وما بين 11.5 ريال. بالنسبة لي أنا أعتبر الكيك هذا الكيك المنقذ، خصوصا إذا جونا ضيوف فجأة. رهيب رهيب، بس تقطعي وتقدمي أحلى تقديم، والأحلى من هذا الطعم جدا رهيب. طبعا وصلنا بهذا الشكل رح يجيكم بسعر 11.5 ريال للمغلف. محبين اللبان خصصنا لكم ستاند متكامل ببراندات مختلفة لجميع أنواع اللبان. طبعا رح تجيكم بهذا الشكل عبوات توفيرية وبأسعار جدا رهيبة، حتى المستكة وفرناها لكم والنكهات الموجودة جدا رهيبة. جديد اللي وصلنا واللي بيكمل الجلسة والسهرة الحلوة المكسرات التركية، وفرناها لكم بنكهتين الفلفل الحار والكاتشب. رح تاخذوا المغلف بهذا الشكل وبسعر 5.75 ريال هللة. في مواد قسم المكسرات وفرنا لكم جميع الأنواع اللي بتحبوها. عندنا هنا المكسرات اليابانية، عندنا المملحة، وعندنا هنا شوفوا معايا هذا اللي راح أجيكم اللي هو مشكل الزبيب بهذا الشكل. وخيارات جدا متعددة في قسم المكسرات ما بين 5.75 ريال وما بين 11.5 ريال. اللي بيحبوا الفستق لحاله وفرنا لكم هو في عبوة بهذا الشكل. خياراتنا متعددة في قسم الشبسات، وفرنا لكم البرينجلز هنا بجميع النكهات. شايفين معايا يا بنات كل النكهات اللي بتحبوها
توفر عندنا، ومو بس كده وفرنا لكم خيارات جدا كثيرة ومتحددة للشيبسات ما بين الفشار وما بين الشيبسات الحارة والجبنة والخل كمان، وراح تاخذوا ما بين القطعة وما بين القطعتين وبسعر 5 ريال و75. هلا صورت لكم جزء جدا بسيط من قسم المفرحات، وزي ما انتم عارفين ما شاء الله عندنا قسم جدا كبير وملغم بالمنتجات الرهيبة، المنتجات المميزة، والأهم من هذا الأسعار التوفيرية. تعالوا واختاروا المنتجات اللي بتحبوها وبيحبوها أطفالكم ولا تشيلوها من السعر.